بالظبط. وكانت تجربة أعتقد أنت بالنسبة لك كانت تجربة شفتها إزاي، وشفت كمان النسخة اللي بعديها الفروقات دي. لا التجربة الأولى كانت صعبة جدا جدا، لأنها زي ما بقول لحضرتك كده، إحنا شباب أو لعيبة كرة رايحين نلعب، خدنا بطولة أفريقيا بأداء كان كويس جدا في الفترة دي، وخدنا بطولة أفريقيا، وقبل ما نسافر كنت بتلعب الدوري لغاية قبل السفر بيومين ثلاثة مثلا، يعني لعبت مباراة في الدوري وبعد كده سافرت. انت عارف اليابان يا كابتن هاني وسام، الاثنين فرق توقيت غير طبيعي، وجو وكل حاجه، وجو ساقعه غير طبيعيه. فاحنا سافرنا قبلها بيومين ثلاثه، قبل المباراه الاولى بيومين ثلاثه. والله كم ساعه سفر اليابان؟ اليابان لا كتير قوي، مش فاكر اسبوع يعني كتير، تقعدي اسبوع في الطياره يعني لا كتير، مشوار طويل حوالي 14 ساعه او 12 ساعه. غير ان انت ايه يعني مشيتي الصبح توصلي الصبح، اللي هو ايه، طب هننام امتى يا جماعه؟ ساعه بيولوجيه بقى، احنا ما نمناش، عايزين ننام. فلا كانت اول مره كانت صعبه جدا جدا. واول مره برضو بالنسبه لكابتن اسلام، ان انت النهارده مش بس بتمثل اسم النادي الاهلي، انت بتمثل مصر، بتمثل القاره كلها، القاره الافريقيه، فانت بتلعب يعني تحت اسم تقيل، قاره تقيله فعلا. فقول لي بقى شعورك كده، اسلام الشاطر بقى شخصيا وهو بيلعب تحت المسميات الكثيره ديت، اسم مصر والنادي الاهلي وقاره افريقيا وممثل عن الشعب المصري كله، وبيتابع اكيد المباريات دي بكل انتماءاتنا، بنتابع اكيد الماتش ده كله، وانا متاكده ان احنا كلنا يعني بمختلف على سبيل الفخر، يعني في ناس بتتابع على سبيل ان هي نفسها تشوف الحاجات دي يعني. اكيد طبعا، والله بجد مش بهزر على فكره. أيوة على فكره الكلام مش هزار، حاجه على حد ولا بتاع، لكن انا بتكلم بجد ان انا كلاعب كره حتى لو انا خارج النادي الاهلي طبعا ببقى عايز اقعد اتفرج اشوف هو النادي الاهلي ممكن يعمل ايه. ممثل مين مش هيتفرج؟ مين مش هيتفرج؟ كابتن بالزبط.